السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة خاصة مع الدريس الشقر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي. السلام عليكم سي الشقر وشكرا على استضافتنا عندك في المقر. سي الشقر غادي نبدا معك بواحد السؤال كيخص الترشيحات اللي قمتوا به كمكتب سياسي، ما عنده حتى شي علاقة بداكشي اللي درتوه في اللجان ديال التزكية، والدليل هو داكشي اللي شفناه في المواقع والمنابر الصحفية عن احتجاجات، وخاصة أخص بالذكر الكاتب ديال الوطني ديال الشبيبة ديالكم اللي كان في المرتبة الرابعة. شنو هو الموقف ديالكم من هادشي؟ إذن الأمر يتعلق باللائحة الوطنية للنساء والشباب، لأن اللوائح المحلية ما سمعتش بأنه كاين شي احتجاج ولا شي، العكس تمت بالتوافق وبالإجماع التام. بالنسبة للائحة الوطنية اللي هي الحدث ديال هذا الأسبوع، يمكن نقول لك أن اللائحة الوطنية أنا ساهمت في وجودها وإخراجها كقانون. الفكرة وكيفاش كانت، كيفاش الكوطة النسائية والتمييز الإيجابي وكذا، شي لعبنا فيه أدوار حقيقية، والاتحاديات كان لهم دور أساسي في هذا الموضوع. ولذلك أنا عشت اللوائح الوطنية كلها اللي دارها الحزب. يمكن لي نقول لك لا قياسا على الماضي، الإجماع ديال الاتحاديين أن هذه المرة كانت مسطرة واضحة اتفق عليها الجميع، وهذه المسطرة هي اللي طبقت وغنشرحها أنا، ولا قياسا على الأحزاب الأخرى. ما أعتقد أن شي حزب آخر أنتج بشكل ديمقراطي يتجاوز الزبونية ويتجاوز العائلة ويتجاوز أخرى اللوائح. أنا الكاتب الأول أو المسؤول على حزب الوحيد الذي صرح ونفذ أن هذه اللائحة الوطنية باش تبقى في مفهومها النبيل يجب أن نحرم فيها على أنفسنا وأبنائنا وزوجاتنا التواجد. سي الشقر، السؤال ديالي الثاني غادي يخص البرنامج الانتخابي ديالكم اللي كنتو خفيتوه واحد الفترة وقلتو بأنكم خفتوه ويتقرصن، شنو هي الحاجة اللي كتميزو لهذه الدرجة أنكم بغيتو تخفيوه؟ ما رأيته ليس برنامجا. ما رأيته أو ما تتصفحيه الآن وواحد الملخص للملخص ديال البرنامج. برنامج واحد الجهد تبدلت فيه كبير. كفاءات محليه اللي دارتو ولا كفاءات شي وحدين؟ لا لا لا، حنا الاتحاد تعرفينه، اتحاد يعني الكفاءات هو الاتحاد الاشتراكي وتاريخ الاتحاد الاشتراكي كما يعلم الجميع. حنا كنا تنديروا البرامج الانتخابيه، حنا عندنا مرجعيه اشتراكيه كما تعلمين، ونجد احيانا برامج انتخابيه لاحزاب ليبراليه او يمينيه او محافظه هز ديك المفاهيم وداك القاموس السياسي الاشتراكي وديره احد امرين، اما السكيزوفرين واما ان الناس لا تعي ما توزع على المواطنين. ما يمكنش، الا كل واحد لهم. واش غدانا الا جبت لك هذاك البرنامج فيه اقتراحات عندها علاقة مثلا بحزب العدالة وكذا، غادي نكون لا مسؤول لأننا على النقيض. مثلا في الحريات، في الحريات العامة والفردية وفي التضامن. سي الشقر، خرقتي والكتلة والتحقتي بأحزاب الدولة. الدولة في مفهومها راهي الأرض والشعب الذي فوق هذه الأرض والمؤسسات الموجودة في هذه الأرض، من مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية. الأحزاب ديال الدولة زعما كيفاش؟ شي دولة أخرى هذه؟ إذا كانت الدولة المريخ باش تعرفيه شتي الخطأ؟ لأن الخطأ حتى المستوى المفاهيمي. شنو هي الدولة؟ الدولة دستورا هي الأرض والشعب الذي عليها والمؤسسات القائمة فيها. وأنا بطبيعة الحال حزب للدولة المغربية، وما أعتقد أنه يوجد شي حزب في الحقل الحزبي ليس حزبا للدولة. مع ذلك كان شي حزب ديال شي دولة أخرى
وهذا الشيء ربما كيقصدوا الدوله، كيقصدوا الاحزاب المخزنيه. ايوا شتي شتي، حنا انا وانا طالب، انا طالب 72 في كليه الحقوق، كان ينعت حزبنا بالحزب المخزني، وكان ينعت قادته وقتها بانهم عملاء القصر. عملاء حنا في اوج التضحيه في المغرب، وديال النضال ديال الاتحاد وكذا، والمعتقلات والاعدامات في اوج داكشي، ولكن كان على يسارنا من ينعتنا بهذا الامر. ايوا سيدي، راه العالم تغير وتطور، بانوا دوك الناس اللي كانوا تيسوا تلقوا علينا هذه الاوصاف من بعد 30 سنه، فين تحولت مواقعهم واين اصبحوا؟ حنا بقينا ثابتين. هادوك اللي تيتقذفوا بانهم احزاب مخزنيه، حنا راه هذا الشيء ماشي اليوم. شنو رايك في التحالف الاسلامي اليساري اللي كنشوفوه دابا؟ شنو هو الموقف ديالكم من هذا التحالف؟ انا من تجربه، من تجربه عندي جوج نماذج، عندي النموذج الايراني والنموذج التركي. في النموذج الايراني اليساريين هم من حملوا الخميني فوق اكتافهم وانجحوا الثوره الايرانيه. مباشره بعد ذلك كل اليساريين تعرضوا للذبح، انتهت ديك الاحزاب اليساريه كلها، وها انتم ترون كيف. لذلك انا هذا النموذج تنستفد منه، تنحاول ندرس التجربه. لذلك حنا كذلك تجربه تركيا، الحزب ديال العداله والتنميه في تركيا اللي كان اسمه غير ذلك في السابق في البدايه، لم يحصل على الاغلبيه المطلقه. اللي داروا معاه الاغلبيه هي احزاب كانت يساريه، وانظري الى واقعها اليوم، لقد ضعفت وتقلصت ولم يعد الحزب الاغلبي يحتاج اليها. الحزب دابا تيدير الحكومات به فقط. ولذلك هذه الاستفاده اللي استفدنا حنا كاتحاديين هي من تركتنا، من الاسباب التي تركتنا نقرر اننا لن نشارك في هذه الحكومه من بعد 2011. حزب استقلال شارك، والتقدم والاشتراكيه شارك، هذو هما اللي كانوا معنا في الكتله. حزب استقلال، ها انت رايتي كيف تطور الامر بالنسبه لي، سحب. التقدم والاشتراكيه ها هو مستمر وفق هذه القناعه. حنا لنا تجربتنا اللي خلاتنا ناخذ هذا الموقف، ولا زلنا مقتنعين بصوابه. هل لا زلت مقتنعا بان البي جي دي مدعوم من طرف الولايات المتحده الامريكيه؟ شوف انا هدرت على هذا الموضوع لا احد، وكنت لما تحدثت في هذا الموضوع لا احد انصفني او تعامل معه بموضوعيه. انا مسرور جدا اليوم من بعد مجلس التعاون الخليجي، من بعد الخطاب ديال جلاله الملك وقتها في هذا الموضوع، والتحذير ديالو الواضح لكل تدخل خارجي، ان ما جرى في المنطقه ان المغرب سيقف سدا مانعا. أنا مسرور جدا أن على مستوى فاعلين والرأي العام أصبحوا حذرين جدا من هذا التدخل الخارجي. ولذلك لم يكن لكي تدخل، لا شوف التدخل شنو هو، واش نزلوا بالطنوكه زعما وتيديروا تدخل باش متي ما لا شك فيه. أن مني تدير التصريح غير البارح رئيسة المعهد الجمهوري في حوار حول قضايا داخلية، عندما يصرح مرشح في الولايات المتحدة الأمريكية أنه مع رحنا تنديروا انتخابات في سياق دولي، خصنا نشوفوا واش تقول روسيا. ما عاد سالوا انتخابات، نعرفوا الأحزاب ديالها دابا، تنعرفوا بأن بوتين والحزب ديالو أغلبي جدا، ولذلك سيكون استقرار في المعاملات. خصنا نعرفوا ان الولايات المتحده الامريكيه بصدد انتخابات في الشهر القادم، وخصنا نكونوا حاضرين ومتتبعين لما لذلك من اثار على قضيتنا الوطنيه وقضايانا الدوليه. خصنا نكونوا متابعين للانتخابات في فرنسا وللازمه التي تعيشها
نتائج انتخابات في إسبانيا وفي غيرها من الدول، لأن هذا الشيء تأثر علينا، لأن غدا يجتمع مجلس الأمن ويبحث في قضايانا ويناقشها. لذلك عندما نتحدث راه ماشي بداك المنطق ديال هناك تدخل خارج زعما، لا لا، تنقصد به أن نكون حذرين ويقظين وأن نرفض بالإجماع، وخص الأحزاب هي الأولى تقول هذا الشيء. ولذلك توجهت أنا إلى رئيس الحكومة عند اجتماعه بالأمناء العامين حول الموضوع، خصنا نكون واضحين بأن نرفض جميعا أي تدخل كيفما كان من أي جهة، لأن هذه قضايانا الداخلية والتي لن نقبل أي تدخل بشأنها. سير شقر، حملت مسؤولية مواقع أو المسيرة ككل في الدار البيضاء إلى الحكومة الحالية، علاش استنتي باش درتي هاد الحكم ديالك؟ أنا واضح. شوف، حنا كنقلبوا على الوضوح السي الفكر. تبارك الله عليك، ولذلك مزيان هذا السؤال اللي طرحتيه هو مهم. أنا غنديرك في الصورة بوضوح، أنا حزب المعارضة. نط واحد النهار تنسمع مظاهرة كاينة، حتى واحد انت يقول مولاها حنا في الاتحاد الاشتراكي، حنا في الاتحاد ما مشاركينش فيها، ما كاينش شي مسؤول او رمز من رموزنا. طيب واش نكون سلبي ونجلس غير نتفرج؟ لا، كانت المسيره نهار الاحد، نهار الاثنين كنت في الصباح هنا في المكتب وانا تنفتح هاد المواقع ديال التواصل تنشوف قمه العبات. هادو وزراء في هذه الحكومة تيجاوبوا بضيتهم في عوض ما يجلسوا في اجتماع مجلس حكومي ولا يمشيوا لمكتب رئيس الحكومة ويتذكروا في هذه القضية، تيجاوبوا بيناتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. نطق وزير العدل، راكم شفتوا التدوينة اللي كتب، تبرأ. واش ندير انا بالبراءة؟ انت مالك مواطن؟ انت راك سيدي تقودنا في هذه البلاد وعندك من الوسائل والامكانيات باش تبحث، علاش غتبرأ؟ انت رئيس النيابه العامه، غادي تصيفط الوكيل العام بالدار البيضاء وتامره بفتح بحث وتحقيق يقول لنا شكون اللي جاب دوك الناس تما، هو ما دارش هذا الشيء. وقلت بحال اللي البارح تيقول رئيس الحكومه المقدمين والشيوخ والقياد، ولكن ما تعرفش رئيس الحكومه بان القايد القايد حتى هو تبرأ. لا راك شاد مطلب مني تصريح. ايوا مزيان، مني كاين هذا الشيء، انا اللي على برا، من خصني نحمل المسؤوليه للحكومه؟ انا نحمل الحكومه انها ما دارتش الدور ديالها ولا عندها الدور في هذه المسيره. دابا كاين فرق بلاتي، مني تتقول الحكومه او ديرها خصك ديري بحث وتحقيق وتتعني انك راي عام شكون اللي دار هذه المصيبه هذه وما تديرهاش، ومني تتشوف ان الحزب الاغلبي في هذه الحكومه هو اللي مستفيد من هذه المسيره، شكون يستفد؟ اللي استثمر نتائج هذه المسيره فونطوش هو الحزب الاغلبي بخطابه ديال المظلوميه وما عرفش شكون هذول المقدمين تحركوا، باعلامه وبتصريحات اعضائه وكذا اللي داروا. لكن ما كانش غادي يكون ماشي هذا سيف ذو حدين الا يعني. انت دابا تطرحي سؤال الجواب عليه واضح. شي في الدول في الديمقراطيات الغربيه العريقه المسؤول ذاك الناطق الرسمي للحكومه اللي تيجي كل اسبوع ويحدثنا في الاشياء كلها، كاين شيء اساسي وقع في البلاد، هي مظاهره لا احد يعلم من صاحبها. هذا ماشي شخص، هادو ناس تنقلوا من المدن وجابوهم الكاميونات وجابوهم كيران ولا جابوهم. يعني إذا كنا كدولة عاجزين على تحديد المسؤوليات، إذا كربطنا المسؤولية بالمحاسبة غتحاسبني أنا اللي ما في راسي والو، غتحاسب المواطنين البساط. حنا ما دايرين حكومة إلا لنحاسبها. لذلك قلت أن الحكومة هي المسؤولة ارتباطا حتى بمبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية. واش هذه الحكومة هي اللي مسؤولة على تدبير البلاد؟ وهي اللي خصنا نحاسبوا ما الذي وقع في الدار البيضاء. راه شتي إلى يومنا، أنا درت طلب، أنا هادشي اللي يمكن لي نديرو، درت طلب إلى اللجنة المكلفة المشرفة على الانتخابات أطلب عقد اجتماع هذه اللجنة. المسؤولية
ديال الشيوخ بدا كيدير يعني انا اللي سمعت شغلو هذا كان في المعارضه الشيوخ والقياده. واش انا في المعارضه يهمني حصاد ولا الرمين؟ انا تتهمني المؤسسه هذه الحكومه. انا ما تنتعاملش واش انا تنتعامل مع اشخاص. واش في الدول الديمقراطيه راه المسؤوليه تيكون رئيس الحكومه ما فراسو حتى حاجه، لكن الا دارها موظف يتحمل فيها المسؤوليه رئيس الحكومه، لان خصو يتخذ القرارات اللي تطمئني. ديك الساعه اما يفصل داك رئيس الحكومه، يفصل الموظف، ولا يدوزوا لنا المحاكم. اما ما حدو باقي ما دارش هادشي، مخلي الضبابيه هادشي تيطرح سؤال كبير انه بغات من له مصلحه. انا ماشي باغي، انا ما من له مصلحه في ولذلك يطرح سؤالا اهم، ان هذه الحكومه هي المسؤوله عما جرى يوم الاحد في الدار البيضاء، ما دام لم تصدر بيان حقيقه واضح تحدد فيه المسؤوليات في الامر. تحدثت مؤخرا عن الانتقال من الاستبداد الى التحكم، احنا بغينا نعرفوا كيفاش هذه القضيه وشنو هو الفرق ما بين الاستبداد والتحكم. هذه واحد الكلمه، هذو مصطلحات جديده، هذا بعدا ديال التحكم جديد ما عرفتش. لا 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 ما جديد والو، غير بزاف الاعلاميين والسياسيين في المغرب تيقول لك التحكم ظهر مع الخوانجيه. هذه العباره غير صحيح. حنا في مؤتمرنا الرابع سنه 83 او 84 الوثيقه الايديولوجيه ديالنا ديال ازمه المجتمع اللي ما صدقش عليها المؤتمر فيه هذه العباره واضحه. حنا الاتحاد دائما كنا سباقين في القاموس السياسي وناقشناها. شنو هو التحكم بالنسبه لنا؟ تحكم لان حنا عشنا التحكم، داكشي باش ما تنهضروش فيه بحال هاد. حنا بالنسبه لنا التحكم هو اننا عشنا الاستبداد والظلم والدخول فيك ديريكت، السلطه تدخل فيك وتتزور ديريكت. في واحد المرحله من بعد دخلنا في الميثاق الجماعي في المغرب من بعد 76 وهادشي، ولا داك الاستبداد الواضح صعيب، وخاصة بعد انهيار خط حائط برلين ولا مطلوبة الدول إلى على الأقل ديمقراطية الواجهة. ملي تتبغي دير ديمقراطية الواجهة تكون عندك وسائل للتحكم في الخريطة. باش غدير هاد التحكم؟ ديروا اما بلوبيات اقتصاديه اما اداريه، تشد ملفات شخصيه بحال اللي واقع دابا. لا لا لا، ما ملفات شخصيه كما يقع الان كما قلتي هذا غير اللي تبريري. انت دابا واخده موقف وما تختاريش باش تكوني محايده ملف الشخصي ديال المنصوريه انت ضدك في ضده في شي حاجه. واش القضاء واش القضاء ما ينفذش؟ لا لا ما كنهضرش على لا علاش علاش كنهضر على ما يروج مؤخرا. لا ما, ما يروج مؤخرا صغير في النقاش اللي ترتقينا به. شنو هو التحكم؟ انا تنشرح التحكم ماشي اذا انت مركب 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 اداري ومصالحي وكذا. مثلا تجي لهاد الدائره ويجتمعوا اللي واخد التفويض ديال النقل فيها الطوبيسات انت باش نبين لك دابا التحكم ببساطه، واللي واخد فيها لي بانو ديال الاشار، واللي واخد فيها مثلا توزيع لا توزيع ديال كذا او الصفقات كما قلتي هادو والعقار تيتلقاو تيقولوا دير اللي غادي يخدم لنا مصالحنا هو فلان من المرشحين، توفروا كل الامكانيات لنجاحه. هذا جزء من التحكم. انت انا تنقدم تنحاول نبسط لك. لذلك قلت ان التحكم هو مرحله بعد المرحله ديال الاستبداد والظلم الواضح. هذا هو علاش باش نشرحوا لهادو، لانه راه ماشي بداك المفهوم ديالكم، لانه زعما ظهر في مصر هذا المصطلح. لا لا، حنا في المغرب عشناه بالقوات، ولكن انتم ما عشتوش المعاناة التي عاشها الاتحاد وعاشتها الحركة التقدم باش نوصلوا الى هاد النتائج اللي جبنا. اما اليوم حنا مثلا تحدثنا عن جزء من التحكم من بعد حكومة التناوب ديالنا
تدخل ديال سي عبد الرحمن اليوسفي في بروكسل صراحة. وهذاك الشيء اللي كنا تنشعروا به جزء من التحكم هو اللي خلانا نرفعوا مذكرة إلى جلالة الملك تنقولوا لا حل لهذه الأمور إلا بإصلاح دستوري أساسه استقلال السلطات وتوازنها. كنا وقتها بوحدينا. جات الاستجابة في خطاب 9 مارس أو في الدستور الجديد. الآن الذي يتحدث عن التحكم خصو يعرف بأن اختصاصاته السلطات ديالو كلها عاطيها ليه الدستور باش ما يسمحش بهذا التحكم إلا كاين. ولكن عندما يتخلى هو عن مسؤولياته وعن سلطاته وما تيخدمش الخدمة العامة اللي خصها تنجز، الطبيعة لا تقبل الفراغ ولا بد أن يملأ الآخر هذا الأمر. هذا ما يغيب عن هؤلاء وعجزهم تيبداو يبروه بالتحكم وماشي التحكم. أسيدي مارس الاختصاصات ديالك وتحمل مسؤوليتك ومما لا شك فيه ما غادي يقد عليك لا تحكم ولا غير التحكم. سي الشقر شكرا استضفتينا عندك في تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم وعلى الموقع ديال الجريده 24 والله يوفقكم.